مشاهدينا، ولمناقشة أزمة الغذاء في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. السلام عليكم سيد حسين. أهلا وسهلا. إذا بس ممكن ترفع صوتك. نعم سيد حسين، منظمة فاو أعلنت أن العراق من بين أبرز الدول المحتاجة إلى المساعدات الغذائية. برأيك ما الأسباب وراء تفاقم ظروف انعدام الأمن الغذائي في العراق على الرغم من ثرواته المتعددة؟ يعني الأسباب كثيرة، لكن من حيث المبدأ العراق يفترض أن لا يحتاج إلى أي مساعدات غذائية. العراق يفترض أن يكتفي ذاتيا وبإمكانه تصدير المواد الغذائية بسبب ما لديه من أراضي خصبة ومياه وأيدي عاملة، لكن غياب الخطط الاستثمارية والخطط الاقتصادية ومعالجة المشاكل بالجفاف والتصحر الذي أدى إلى هجرة الفلاحين وهجرة الأيدي العاملة مما فاقم الأمر. وأعتقد يعني مستقبلا العراق إذا استمر على هذه على هذا المنوال سوف يحتاج ليس إلى مساعدات بل قد يدخل إلى مجاعة، لأنه حالة قضية التصحر بدأت تتسع في الأراضي الزراعية، جفاف الأنهار، غياب الخطط، ضف على ذلك كله الفساد المستشري في مؤسسات الدولة بما فيها وزارة الزراعة وبقية الوزارات. أيضا صحيفة الجارديان حذرت من تداعيات أزمة جوع تطارد العالم، يعني لا سيما بعد الحرب الروسية على أوكرانيا على دول عديدة من ضمنها العراق. برأيك هل هناك إرادة حكومية حقيقية لمعالجة أزمة الجوع الآخذة في التصاعد؟ سيدي لا يكون العالم كله عايش على خبز أوكرانيا، على حنطة أوكرانيا. هذا الكلام يعني مبالغ فيه كثيرا، والحكومة هي لا تبالي في هذا الأمر. لكن أليس للعراق أراضي زراعية تكفيه للاكتفاء الذاتي إذا كان يزرعها؟ ألم يعاني العراق من حصار جائر عبر 10 سنوات يعني تحاصر فيها العراق وكان مكتفي ذاتيا؟ قضية حرب أوكرانيا وروسيا يعني وكأن العالم كله يعيش على حصة أوكرانيا. هذا الأمر مبالغ فيه كثيرا، لكن نحن أمام حكومة لا تبالي ولا مستعدة لتحمل المسؤوليات مستقبلا، والعالم بأغلبه يتجه نحو أزمة اقتصادية وأزمة طاقة في الوقت الذي العراق هو لا يعاني يفترض فيه لا من أزمة طاقة بسبب وفرة الغاز والنفط وما إلى ذلك ووفرة الأراضي الزراعية. لو كانت هناك حكومة وطنية وتحمل خطط مستقبلية وفيها من الاستثمار للزراعة والأراضي الزراعية ما كان يعاني العراق أبدا من هذه الأزمة، ولا يفترض لأي مؤسسة دولية أن تذكر العراق ضمن الدول التي محتاجة إلى الغذاء. طيب اليوم مع تفاقم أزمة الغذاء العالمية وغلاء الأسعار، كيف سينعكس غياب الخطط الحكومية على المواطنين العراقيين بصورة عامة وشريحة الفقراء بصورة خاصة خلال الفترة المقبلة؟ احنا امام زيادة عدد الفقراء، زيادة يعني اتساع عددهم مع اقلية مترفة ستعيش واغلبية فقيرة ستسحق في ظل هذه الحكومات الفاسدة. ويعني للأسف يعني سوف ندخل في مشاكل اقتصادية كثيرة وأزمة اقتصادية وحتى أزمة طاقة، وهذا الأمر يفترض أن لا يكون في العراق. فالحكومة حقيقة هي غير كفوة وغير مستعدة ولا تملك أي خطط لمواجهة مثل هذه الأزمات. ارتفاع أسعار النفط في الفترة الماضية أدى إلى تحقيق العراق أرباح قياسية من واردات النفط خلال الشهرين الماضيين، لماذا لم يتحسن واقع العراقيين برغم تحقيق هذه الأرقام؟ سيدي يفترض أن ارتفاع سعر النفط يعكس على واقع الاقتصادي وواقع المعيشة للمواطن العراقي. نعم. لكن الموضوع أصبح بالعكس، يعكس على الواقع. الحكومة والمؤسسة وقيادات الأحزاب والميليشيات هي التي استفردت بالنفط واستفردت بموارد العراق، فالفساد هو أسس المشكلة الموجودة في العراق. ما لم يعالج الفساد وتعالج بقية المشاكل الأخرى، ما قيمة ارتفاع سعر النفط في الوقت الذي رفعوا من سعر الدولار مقابل العملة الوطنية، والفقير تعزى أكثر وأكثر وخاصة طبقة الموظفين وطبقة العاطلين. طيب لو تحدثنا أو توجهنا إلى بعقوبة، قائم مقامية بعقوبة تؤكد أن بساتين حوض نهر الديالة على شرفة الهلاك بسبب انقطاع المياه عنها من الجانب الإيراني، لماذا لم توجه السلطات العراقية أو تتحرك تجاه إيران دبلوماسيا لحل أزمة الجفاف التي أدت إلى تفاقم أزمة الجوع والأمن الغذائي؟ شوف يا أستاذي، الحكومات العراقية من 2003 إلى الآن لديها الاستعداد للتوجه على أي دولة إلا إيران، حتى لو قطعت عنهم المياه والنفط وأخذت أراضيهم وسلبت
ممتلكاتهم، جميعهم يصفقون لهذا النظام، لان هذا النظام يصفقون لهذا النظام الايراني لانهم بالاصل هم تبعيه لهذا النظام، يعيشون حاله التبعيه، لا تهمهم المصلحه الوطنيه ولا يهمهم مصلحه الشعب العراقي، ما تهمهم ايران ورضا ايران عليهم. هل لاحظت منذ 2003 والى الان العراق قدم شكوى ضد ايران رغم كل تجاوزاتها على العراق؟ طبعا الجواب لا، لكن التحرير فقط على الدول العربية المجاورة للعراق، وفي كل يوم نجد مظاهرات على الحدود واستهداف وعمليات تسقيط وإعلام أصفر متجه نحو الأمة العربية والدول العربية المجاورة. هؤلاء لن يدينوا إيران ولن يتعاملوا ولن يقوموا بأي دعوة ضد إيران لقطع المياه أو لتجاوزها على الأراضي العراقية أو لقصف مدينة أربيل أو أي شيء آخر، لأنهم يعيشون حالة تبعية، فالتابع لا يمكن أن يقيم دعوة على الأصيل. السيد حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لك.